إذا الآن سننتقل إلى مثلثان متشابهان. إذا التقايس ماشي هو التشابه، إذا غير بالدارجة كنقولوا مثلا التقايس يعني بحال إلا كنتي كيبحالو تماما فوتوكوبي، ولكن التشابه كنقولوا بالدارجة كيشبه ليه ولكن ماشي هو 100%. إذا هنا لاحظوا مزيان في المثلثات المتشابهة ماذا يعني الأمر؟ لدي مثلث A B C، إذا عفوا إذا A B و C، ثم لدي مثلث A بريم B بريم و C بريم. إذا كيف أبين أن هذين المثلثين متشابهين أو ما معنى مثلثين متشابهين في هذه الحالة؟ رغم أن هذين المثلثين ماشي بحال بحال، لاحظوا أنه كيبان لكم هذا كبير وهذا صغير ولكنهما متشابهان. ما معنى التشابه؟ التشابه هو أن تكون زوايا المثلث تقايس زوايا المثلث الثاني. لاحظوا أنه في هذه الحالة مثلا زاويتان متناظرتان هنا هي بي أ سي، والزاوية ب بريم أ بريم سي بريم و ب بريم أ بريم سي بريم. رغم أنهما رغم أن المثلث هذا كبير وهذا صغير فإن الزاويتان متقايستان تظل نفس الزاوية. لاحظوا هنا ملي تعطيتكم مثلث قايس الزاوية، الزاوية 90 درجة كتبقى الزاوية 90 درجة. إذا زاويتان متناظرتان ومتقايستان. واش مفهوم؟ كذلك راه درت لهم نفس الرمز باش تبان لكم A B C و A بريم B بريم C بريم. لاحظوا A بريم B بريم C بريم و A B C كذلك زاويتان متناظرتان متقايستان، والزاوية A C B و A بريم C بريم B بريم زاويتان متناظرتان متقايستان. ولكن الأضلاع لا، A B ما كتساويش A بريم B بريم، كذلك B C ما كتساويش B بريم C بريم، و A C لا تساوي A بريم C بريم. لكن ما هو المميز في هذين المثلثين؟ أن نسب الأضلاع المتناظرة متقايسة. ما معنى ذلك؟ إذا نشرح لكم، إذا اعتبرت A B والضلع المقابل او المناظر لأبي هو أبري ببري، رغم انه لا يقيسه لكن يظل ضلعا مناظر لهذا الضلع مناظر. مزيان، فان الكسر يعني أبي مقسوم على أبري ببري تساوي أسي مقسوم على أس أبري سيبري تساوي بي سي مقسوم على بي بريم سي بريم. إذا نفترض مثلا أنه لدي هنا مثلا 9 سنتيمتر، ثم لدي هنا 15 سنتيمتر، كذلك لدي هنا مثلا 10 سنتيمتر، أو باش نبين لكم مزيان ندير لي نعتبر مثلا 12 سنتيمتر. إذا هذا غير أمثلة تقريبية، واعتبرنا هنايا أنه 3 ثم 5 ثم 4. لاحظوا أنه ملي كنقول أ بي على أ بريم بي بريم، فإن أ بي اللي هي 9 كذلك مقسومة على أ بريم بي بريم اللي هي 3 تساوي ماذا؟ تساوي A تساوي B C 15 مقسوم على B بريم C بريم اللي هي 5، تساوي A C 12 مقسومة على A بريم C بريم اللي هي عندنا هنايا 4. مزيان، ولاحظوا أن 9 على 3 تساوي 3، 15 على 5 تساوي 3، 12 على 4 تساوي 3. لاحظوا نفس الخارج بمعنى أن هذين المثلثين متشابهين. لاحظوا هنا كيف حال إذا شدينا هذا المثلث وقمنا بتكبيره 3 مرات وحصلنا على هذا المثلث. إذا الزوايا متقايسة، الأضلاع المتناظرة نسبها يعني الخارج ديالها متقايسة. إذا هذا هو تعريف المثلثان المتشابهان. نشوف دابا حالات التشابه، متى نقول أن مثلث يشابه مثلث؟ لأنه في التمارين ما يمكنش يعطيك كلشي هذه المعطيات، كيعطيك شي معطيات قليلة وأنت بعقلك كتكمل. واش مفهوم؟ إذا كيفاش نبين أن ها هذين المثلثين متشابهين من معطيات قليلة؟ إذا المعطيات قليلة، الحالة الأولى، إذا الحالة الأولى يكفي فقط أنني إلى بينت غير زاويتين متناظرتين أنهما متقايسين، فبالتالي المثلث يشابه المثلث الثاني.
مزيان انتبهوا. اذا في هذه الحاله هذه يكفي انه مثلا الى بينت هير سي بي ا تساوي سي بريم بي بريم ا بريم، وبينت مثلا ان ا بي سي عفوا بي ا سي تساوي بي بريم ا بريم سي بريم. الى بينت هير زاويتين فقط فبالضروره المثلثان متشابهان. اذا الى بينت فقط ان زاويتين من المثلثين متقايستان فبالضروره الزاويه الثالثه ستقايس الزاويه الثالثه للمثلث الثاني. احنا ما نساوش ان مجموع المثلث زوايا المثلث 180 درجه، فبالتالي لك هذه الزاويه تقايس هذه الزاويه وهذه الزاويه تقايس هذه الزاويه. لا احتاج لان ابين ان هذه الزاويه الثالثه تقايس الزاويه الثالثه في المثلث الاخر، لان شرطين فقط منها يكفي لتوضيح ذلك. مزيان، إذا الحالة اثنان، الحالة اثنان، إذا حالة اثنان، إذا الحالة اثنان يكفي فقط أنني نبين زاوية واحدة. إذا اختار شي زاوية كيف ما بغات تكون هنا، حيت أنا عندي في المثلث كلشي معطيات كاينة. إذا مثلا نعتبر هاد الزاوية هذه، إذا إلا بينت فقط أن بي سي أ تساوي ب بريم سي بريم ا بريم في المثلث الثاني، وبينت ان الاضلاع اللي كتحصل له الزاويه مثلا بي سي بي سي على ب بريم سي بريم تساوي ا سي على ا بريم سي بريم. يعني لاحظوا الى بينت فقط زاويه واحده يقدر في المثلث ما يعطيكش هاد الزاويه شحال وهاد الزاويه شحال، يعطيك فقط هادو ويعطيك هاد الضلعين، وانت خاصك تبين ان من خلال هاد المعطى فقط اللي هي زاويه واحده، ثم تبين ان هذين الضلعين كما ترون من الخارج ديالهم يعني النسب المتناسبه، يعني كنديروا الخارج ديال الضلع الاول على الضلع الثاني في المثلث الثاني، والضلع الاول على الضلع الثاني في المثلث الثاني، خصني نختار الترتيب. الا بديت بالضلع ديال المثلث الاول في البسط حتى الخارج هذا ناخذ الضلع الاول ديال المثلث الاول، مفهوم؟ اذا لاحظوا انه الى بينت هاد الشرطين فقط فانني بالضروره وضحت ان المثلثان متشابهان. ولنذهب للحاله الثالثه، يقدر ما يعطيك حتى شي زاويه. اذا الحاله الثالثه إلا ما عطاك حتى شي زاوية، عطاك غير مثلثين، يكفي أنك تبين أن نسب الأضلاع ديال المثلث المتقابلة متقايسة، بمعنى أنك تبين فقط أن بي سي على عفوا الأضلاع ديال المثلث المتناظرة متقايسة بالنسبة للنسب ديالها. إذا بي سي على بي بريم سي بريم تساوي ا بي على ا بريم ب بريم تساوي ا سي على ا بريم سي بريم. شفنا هادشي في القاعده اللي فاتت. يعني هادو هما ثلاثه الحالات ديال التشابه، كتشوف المعطيات اللي عندك في التمرين ومنهم كتبين ان المثلثين متشابهين. نتمنى انكم استفدتم معنا في هذا الدرس، لنا لقاء مره اخرى في سلسله من التمارين. دمتم اوفياء، تابعونا في الصفحات ديالنا، كذلك ما تنساوش ان الدرس غادي تلقاوه اسفل الفيديو.